وصلنا حيفا اول مايو، وكان يوم خفت خوف كبير، لانه في مصر شيوعية كان ممنوع وخطر. وجينا على حيفا اول مايو، وكل حيفا بالبندرات الحمراء. قلت لابويا احنا بلد شيوعي ولا ايه؟ لكن هو يوم العمل. لكن كان خوف كبير. اسمي دافيد متناي، اشتغلت في السلك الدبلوماسي من 7 يونيو 1963 الى 30 سبتمبر 2002، 39 سنة. وكنت فيها في 7 دول غربية. أولها كنت سكرتير، وبعدين مستشار، وبعدين سفير. كنت سفير في فيتنام، كنت سفير في الأمم المتحدة، كنت سفير لتايلاند، كمبوديا، لاوس، وسريلانكا. أنا اتولدت في القاهرة وعندي شهادة ميلاد في البيت، عندي شهادة ميلاد مصرية 8 أكتوبر 1937. اسمي الأصلي من مصر هو إدوار وهبة، إدوار، لكن الاسم الثاني كان دافيد. ولما وصلنا لإسرائيل كنت لازم أشتغل في وزارة الخارجية، غيرت اسم العيلة من وهبة لمتناي. وهبة، وهبة من الله، متنا من إلهيم، متناي. احنا سبنا مصر 25 نوفمبر 1949. ليه طلعتوا؟ ليه؟ لان اولا قامت دولة اسرائيل، تاني الناس اللي ما عندهمش جنسية مصرية ممنوع العمل. فقالوا لابويا خد لك سنة ترتيبات فيش عمل. من 48 فكر احسن حاجة يسيب مصر ويجي لإسرائيل. من مصر ما نقدرش نروح دغري، فالبلد الوحيد اللي وافقت تاخدنا كانت فرنسا. ما كان شوينا باسبور، كان عندنا لسي باسي، الخروج من مصر بس، مش دخول، مش جنسية، مش باسبور ولا حاجة. كنتم مواطنين فرنسويين؟ لا، كنا من غير وطن. وصلنا لفرنسا في أول ديسمبر 1949، وكان عمري 12 سنة. وصلنا إسرائيل حيفا بالبابور نجبة، وأول مرة سمعت عبراني هو هناك. ما كنتش أتكلم العبراني. كنا ساكنين في ميدان عابدين جنب القصر الملكي، الملك فاروق واحد من أصوله كانت في ميدان عابدين. واحد من أصحاب أبويا في الجيش المصري جه وقال له اسمع، في 48 لما الإنجليز يسيبوا فلسطين احنا هندخل وهيكون في حرب، وعشان كده اليهود اللي ساكنين قدام القصر الملكي هيطردوهم، فأحسن الوقت دور على مطرح تاني. دورنا على مطرح بعيد، بلد يجوا فيها في الشتاء، حلوان، واسمها كان حلوان الحمامات. انت متذكر الجو في مصر لما تركتوا مصر، لما سبتوا مصر بعد قيام اسرائيل، صار في تغيير في المناخ في الجو؟ الجو السياسي كان في اضطهاد لاسرائيل، لكن اصدقائي اصحابي المسلمين ما عملوش من ده حاجة. كانوا بيتكلموا معايا كله، ما يهمش، أنا قالوا إسرائيل هناك وانت معانا هنا. وفضلت مع الأصحاب دول. أنا دخلت السلك الدبلوماسي في سنة 1963. كنا 700 نفر للامتحان للدخول على مكانين، في بس 2 كانوا يدخلوا السلك الدبلوماسي، 700 جول الامتحانات. طب ايش كان حلمك؟ كنت عاوز تبقى ايه يعني؟
أنا ما كنتش عارف أعوز إيه، أنا كنت بجرب كل حاجة. يعني قلت أبقى مدرس للغة العربية في إسرائيل، أشتغل في الدولة، أي حاجة ما يهمش. أنا ما حبيتش أشتغل في بلد عربية، لكن أقول لك إزاي استعملت اللغة العربية في سريلانكا. لما جه سادات لإسرائيل أنا كنت مستشار بالصحافة في اليابان، وضربوا تليفون وقالوا لي يلا احنا بنبني سفارة لمصر وانت مصري وبتعرف عربي وبتعرف البلد يلا. قلت لهم لا مفيش، اللي يسيب اليابان هو مجنون ما عندوش مخ. انا اتعلمت الياباني بنفسي. المصريين كانوا أعداء وأصبحوا مش أعداء، لكن ما أصبحوش أصحاب. يعني ضربت تليفون المستشار المصري قال لي ما عندوش وقت، والسفير ما كانش يتكلم مع سفيرنا. يعني كان العدوان مشي مهما كان سلام. ده كان في طوكيو في يابان، في طوكيو في أوائل السلام. أنت لما تفكر في مصر اليوم دلوقتي حتشتاق لها، انت بتفكر بايه؟ انا يعني عمري ما رحت مصر. لما كنت بالتقاعد كنت اقدر ازور مصر وكنت اقدر ازور الدول العربيه، لكن الدوله العربيه الوحيده اللي كنت فيها هي تونسيا، تونس، لانه كان فيها مرحله للاثار القديمه وأنا بتهمني الآثار القديمة، كارتاغو وإلى آخره، فكنت في تونسيا، لكن في أي بلد عربي ما كنتش. مصر قطعت العلاقات معها يعني؟ قطعت العلاقات، اتكلمت مع أصحابي من مصر، لكن السفير لما كنت آخر منصب في تايلاند، السفير المصري ما كانش يحبنا قوي. أنت اليوم حاسس حالك مصري؟ أنا اليوم يعني إذا النهاردة عاوز أنا بحس إسرائيلي، لأنه النهاردة عمري 86 تقريبا، منهم 12 بس كنت في مصر و 74 كنت برا من مصر، منها في إسرائيل ومنها في الدول دول الدنيا. كنت في مصر ما كانوش عاوزيننا، ما كناش يعني مقبولين. أنا عندي ذكرى كويس قوي من مصر. شم النسيم هو عيد مصري والمصريين يعرفوا ايه هو شم النسيم، وكانت حلوان بلد صغيرة وفيها حدائق وجناين واخضر، وكنت بحبها قوي.